تخرجت من الجامعة وأخيراً فرصتي برا إجت. بس في مشكلة، لازم أروح على السفارة والدوائر الرسمية وأصدق 1000 ورقة. أوف. ها، بس بتعرف بقدر أروح أو أحكي مع مؤسسة جمال الدين للخدمات الطلابية يبعثوا لي مندوبهم يستلم أوراقي وشهاداتي ويعملوا لي كل شي بوقته. هيك بقدر أوفر وقتي. شو لازم أعمل؟ مؤسسة جمال الدين للخدمات الطلابية بيقدموا لي كل هالخدمات: تصديق الشهادات من التربية والتعليم والتعليم العالي والخارجية، تصديق الشهادات والوثائق من كافة السفارات، المعادلة من التعليم العالي ومن وزارة التربية والتعليم، الترجمة المعتمدة لكافة اللغات، وبيعملوا لي عدم محكومية وبيدفعوا رسومها من عندهم كمان، وعندهم خدمة البريد المستعجل DHL. وهيك بكون خلصت. باي.